مساكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. بسوي معاكم بس بسمات هنون علي، أسوي هالحالي وأكل هالحالي، لازم نسويها كلنا مع بعض. بسوي بسبوسة مرة لذيذة، متأكدة كل من ذاقها عندك بيسألك عن طريقتها، مرة حلوة. للتسقية بستخدم اليوم أنا هذا السيرب، مرة لذيذ هذا السيرب اللي هو عبارة عن حلاوة البقر مذوبة، مسوي على شكل كراميل. مو شرط هذا السيرب للتغطية، تقدرين تحطين نستلة، تقدرين تحطين شيرة، تقدرين تحطين نفسها حلاوة البقر، تذوبينها مع شوي حليب وتصير كراميل وتصبينها فوقها براحتك براحتك. خلينا نشوف مقادير وصفتنا عشان نسويها وبعدين أكتبها لكم. بستخدم اليوم فيها السمنة، السمنة أطعم بكثير من الزيت ومن الزبدة في البسبوسة، يعني بالذات تطلع لك كذا زي بسبوسة مصر كذا، مرة لذيذة السمنة تعطيها طعم مرة غير. تدرون اني من امس الليل بعد العشاء وانا اهوجس بالبسبوسه لين الفجر، حتى نمت وانا اتحلم فيها، خلاص طقت براسي بسبوسه. طيب بحتاج سميد، بحتاج حليب بودره، بحتاج جوز هند. اللي ما تبي جوز الهند تحط نفس الكميه تقسمها بين السميد وبين حليب البودره. اللي ما تبي حليب بودره تحط مثلا، هنا حاطه واحد سميد وتقريبا هنا واحد وربع من هذول المقدارين، تخلين المقدار كله سميد عادي براحتك، هذا شيء يرجع لك. عندي سمنة أو زيت أو زبدة، السمنة أطعم. عندي جوز هند وحليب بودرة وسكر بيكنج باودر وقشطة، وإذا شفناها قاسية شوي بنضيف شوية موية، بس غالبا مقادير مضبوطة. اللي أحبه في البسبوسة إن ما فيها تعب، ما تحتاج تكنيك زي الكيك، ودائما أقول لكم هالكلام، قلت لكم اللي ما تبي حليب البودرة وجوز الهند تحط كله سميد، تطلع لكم كذا زي بسبوسه اليمنيه، عرفتوا؟ راح اضيف السكر. على فكره بسبوسه اليمنيه ما فيها ترى شو اسمه، لا اله الا الله، قشطه. حطيت المواد الجافه، ابي اخلطها كلها شوي بس مع بعض، تمام. حطيت البيكنج باودر، كل شيء حطيته. قلت لكم ما تبي جوز هند او شيء تستبدله بحليب بودره او سميد. ان شاء الله يوم نسوي البسبوسه اليمنيه او اللي يسمونها بسبوسه الشوارع اللي كانوا يبيعونها أول يعني، بس مش عندنا في الغربية. حطيت القشطة وبحط السمنة. السمنة أطعم يا بنات كثير 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 في البسبوسة، أطعم وألذ. قلت لكم البسبوسة ما فيها كثير هذرة، راح نخلط كل هذه المكونات مع بعض لين تتجانس. طبعا جهزت الفرن، شغلته وصينيتي ودهنتها، تقدرين تدهنينها بهردة، تقدرين تدهنينها باللي انت تبينه. شوفوا يا بنات هذا قوام البسبوسة اللي حنا نبيه، ما نبيها القوام السايل، نبيها القوام اللي كذا عشان تطلع لي زي سمبوسة مصر، زي سمبوسة مصر، زي سمبوسة اليمن، المهم انتوا فهمتوا، زي سمبوسة أول يعني، ما أبي قوامها كيكة، لا شكلها يمي 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 يمي. الآن راح نحطها في الصينية زي ما انتوا شايفين ونبدأ نرتبها. من المقاس العادي، مو الصغير ولا الوسط، ونبدأ نرتبها. خليني أرتبها وأرجع. هذا رتبتها وسمنتها، تصير متساوية، ما تصير جهة مرتفعة وجهة لا. راح ادخلها الفرن من تحت يا بنات، دائما لما تجين تسوين تخبزين اي نوع من انواع الحلويات الفرن بيك بيك، يعني بس تشغلينه من تحت، هو الفرن مع الحراره بيحمر لك من فوق، اذا ما تحمر انت عاد شغلي فوق، او اللي فرنها كونفكشن تشغل الكونفكشن، انا عاده انا اشغل الكونفكشن لان فرني فيه هذه الخاصيه. عموما ندخلها الفرن على حراره 180 ونشوف عاد الوقت يعني تخلص بسبوستنا. تبون الطريقه ولا ما تبون؟ اكتبها ولا ما اكتبها؟ خليني ادخل هذه واشوف اكتبها اعلمكم ولا ما اعلمكم. هذه بسبوستنا بردت، راح نقطعها بالقطاعة، وبس شلناها. اكيد متحمسين زي بوقها ونشوفها من داخل كيف الشكل، يقول البسبوسة راح في حياتكم. بسبوستي خلصت جلسة التصوير، حطيت عليها جيمر، شوفوا شوفوا البسبوسة.
مين يا بي؟ تقاومون يمديكم على اللذاذة، يعني لسه ما ذقت بس واضح انها يمي. تعرفون اللي يقول لا يوقف، هذه بسبوسة حصوصة لا يوقف، لذيذة. بروح اطبخ الغداء لانه نزل مازن من شوي يقول وين الغداء، قلت اصبر اخلص التصوير واكل، ناقصها القهوة بس.